يا هلا والله، انا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. يا رب تستمتعوا وتستفيدوا منها. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما اطول عليكم، خلونا نبدأ القصة. تقول صاحبة القصة: قبل سنة فتح كوفي قريب من بيتنا واستانست مرة، وصرت أروح له شبه يومي، وبكل مرة أروح أنزل صور القهوة وأسوي منشن لحسابهم، وما كنت أفكر بشي ثاني أبدا. المهم بعد فترة ضافني حساب مجهول اللي يتابعهم قليل وبنفس الوقت اللي يتابعونه قليل. استغربت وقلت هذا وش يبي، يعني فجأة صار يفتح مواضيع معاي، يمدح تصويري كده بدون مقدمات، وكنت استغرب لانه شخص غريب، يعني وش هالحركات. بعد فترة قال مالك بالطويلة، انا الباريستا راعي الكوفي اللي تجينه دايم، واعترف لي انه كان معجب فيني ايام لما كنت اجيهم، وكان يقول بكل مرة كنت اراقبك وانت تسولفين مع صديقتك او لما تصورين، وكان يقول كنت ماخذة قلبي بشكل ما تتصورينه. بالبداية ما كنت مصدقته، توقعت يكذب او يبي شي ثاني. بعد الاعتراف هذا ما صرت اجي الكوفي ابد، يعني خفت شوي. وبعدين صار يرسل لي ورد مع قهوته اللي يسويها، ومرة ارسل لي قهوة وكان كاتب عليها فاقدك، ويوم عن يوم بديت اصدق كلامه وحسيت انه يحبني، وصار يرسل لي هدايا كل يومين او ثلاثة، وبالاخير بديت احبه. اخ وقتها شعوري كان غير من الحب واللهفة، وما احكي لكم عن اول يوم رحت فيه للكوفي بعد فترة طويلة، وكيف كنا نناظر بعض، وكنت متوترة مرة وأرجو. وبنفس الوقت ده أرسل لي قال ليش ترجفين وخايفة، قلت لأن أول مرة أقابلك بعد ما حبيتك، ونسولف ونناظر بعض ونضحك. المهم بعد فترة من هالسوالف طلب رقم أبوي، وما صدقت وقتها، كنت بطير من الفرحة. والآن أكتب لكم قصتي وزواجي بعد 4 شهور، دعواتكم ربي يتمم لنا على خير. القصة الثالثة. يقول صاحب القصة: حبيت واحدة ثلاث، اعتبرتها أكثر من أهلي، والله ما خليت شي بخاطرها، كل اللي هي تطلبه أعطيها، حتى كل الأرقام السرية لحساباتي معطيها عشان تثق فيني وما تخليني، وطول اليوم معاها وفارقت أصحابي عشانها، وتهاوشت مع خويي عشانه غلط بحقها، فعلا فارقت كل الناس عشانها، والله حتى خالاتي ما صرت أكلمهم من كثر ما كانت تغار علي، والله وصرت وحيد بس معاها أنا، وما قد جبت طاري نطلع مع بعض ولا نقابل بعض، لأنه ربي يرضى علينا ويجمعنا بالحلال على حبنا الصادق. وقربت أكمل ثالث سنة بالجامعة، وقلت أبخطبها بعد الترم، وقلت أبخطبها بعد الترم هذا وأكلم أهلها لين أتخرج بتزوجها. بس عقب ذا وش سوت فيني؟ خانتني وكلمت واحد، وصل لهم شهر وراحت تقابله بكوفي، أنا اللي معها 3 سنوات ما جبت طاري نتقابل، بس هو جابها وهي رضت. قلت لها انتي غلطانة، والله بتندمين على اللي تسوين فيني، وما رضيت، وتقول له انها ضيعت حياتها معي، والله وبالله وتالله ما استغليتها بحاجة واحدة، وافترقنا وهي مبسوطة معه، وانا قررت بتنازل عن الجامعة، لانه انا بالاساس ادرس الجامعة عشانها، عشان اخذها من ابوها ويتشرف فيني، وخلاص تنازلت عن الجامعة، وما كملت شهر كامل وكان معدلي فوق 4 عشان اتخرج بمرتبة الشرف. انا كان لي حلمين، الاول اني اتزوجها وتكون معاي ونكمل باقي عمرنا مع بعض، والحلم الثاني مرتبة الشرف، بس تنازلت شهر وحملت مادة وخسرت المرتبة، وانهدم الحلمين ولا تحقق واحد فيهم. وبعدها رحت بيوم ميلادها اعايدها واهديها، انا ادري اني انا الغلطان، لانه فعلا انا ما قدرت بدونها، وكانت هي معه وعادي وانا تقبلت، بس عشان خاطري يبقى طيب قربها، ولين هي عرفته على حقيقته انه يطلع مع بنات تركته، وانا وقفت معاها وقلت لها انت ما غلطتي، انت ما سويتي شيء، لين جاتني الصدمة الثانية، اليوم ذا ما اقدر انساه، الصدمة ذي اقوى من الاولى. تخيلوا بعد اسبوع شفتها مع اقرب صديق لي اللي اعتبرته مثل اخوي، واقول له كل اسراري، وطلع هو يحبها من زمان وهي تحبه، والله يديمهم، وانا للحين ما قدرت اتخطى حبي لها، انا قلبي يحبها والله، ويوم ما يكمل بدونها، فاضطريت اني اتحمل واشوفهم مع بعض، وقاعد اتحمل وبس، والله هالكلام اللي بخاطري، انا ادري انا الغلطان، انا حبيتها لدرجة اني نسيت انه على نفسي حقوق، واني قاعد اخسر نفسي مع الوقت، وهي تستغل حبي لها. نصيحتي لكم بدوا نفسكم قبل كل شيء عشان ما تخسرون، ما حد يستاهل هالحب، ما حد، لا ترضون على نفسكم ولا تقبلون انه احد يجرحكم وما يحط لزعلكم قيمة، اطردوهم من حياتكم.
القصة الرابعة تقول صاحبة القصة: والله إني أقول لك هالكلام وأنا قلبي يوجعني، تخيلي زوجي طلقني قبل 5 شهور بعد زواج وعشرة استمرت ل10 سنين، وطول هالسنين وأنا أقوم فيه وأمه التعبانة، وهو كان دايم ما يقصر معي، بشيء. وبيوم من الأيام كنت بروح المستشفى عندي عملية بسيطة، فقلت له يوديني ومرينا بيت أهلي ناخذ أختي عشان ترافقني. ولما دخلت العملية هو كان مع أختي بالانتظار، وهنا تعرفوا على بعض أكثر. طلعت من العملية خلاص رجعت بيت أهلي أرتاح، وأشوف أختي صارت تسألني عن زوجي كل شوي، وأنا والله ولا حسيت بشيء، وأقول لها وقلبي أبيض. وبعد حتى زوجي صار يجي بيت أهلي كثير ويأكل عندنا، وبعد فترة طلقني، متخيلين؟ طلقني بدون سبب، والله ولا كنت أدري ليه. ثم جات أمه على عكازتها لبيتنا، وأنا قلت ممكن ترجعني له أو تستسمح مني وتاخذ بخاطري، لكن اللي صار إنها جات تخطب أختي الله لا يعافيها. أبوي رفض مباشرة، لكن ماما قالت مو على كيفك تقرر الرأي، رأي بنتي مو برأيك ولا رأي اللي ما عرفت تصوم بيتها وزوجها. وأختي ما صدقت خبر الله لا يسامحها، وافقت وتزوجوا. أنا أقول مستحيل البيوت اللي قامت على هدم بيوت، مستحيل هالعلاقة تكون حلوة أو تستمر. هذا الشي مطمني إن ربي بياخد حقي، وهذا الشخص أبدا ما يستاهلني. ربي راح يجازيني خير على قد نيتي على خدمتي وعنايتي لأمه، ويعوضني بإذن الله. القصة الخامسة: أنا حبيت وحدة عن طريق الإنستجرام، وكملت معاها 2 سنين وتزوجتها، وتم الأمور مثل ما تبي. ولو إنها بالمهر قست علي بحدود 90,000، وصراحة كسر ظهري من غير الأمور الثانية. وبعدها طلعنا شهر العسل لندن والنمسا، وأحلى شهر صراحة. وبعد 6 شهور كثر زعلها، وعلى أتفه الأسباب تزعل، وأنا والله أعطيها كل اللي تبي ولا مقصر بشي معاها، وإذا طلبت أوديها لأهلها أروح رغم مسافة حدود 700 كيلو. أحيانا نروح 2 مرات بالشهر، يعني معطيها كل شيء، ولا قد قصرت معاها بيوم، وكانت رافضة بكره الإنجاب، وهي كل شيء يصير بيننا يعرفون أهلها ويتدخلون، وكل مشكلة أراضيها وأدفع. حسيت راحة حياتي وأنا أدفع وأتسلف لأجل إنسان ما يقدر العشرة. حاليا هي زعلانة لأني رفضت نغير أثاث البيت ما كمل 1 سنة وهو جديد، وبعدها قالت انت بخيل ولا انت قد الزواج، وندمانة على اليوم اللي عرفتك فيه. ما اخفيكم انكسر قلبي كل اللي سويته ما تشوفوا شيء، وكلمتني تقول برجع بس تسوي اللي انا ابيه، وانا حاليا افكر اطلقها وارتاح من الهموم ذي. صديقي يقول لي الحل الوحيد انك تتركها تخيس في بيت ابوها، تبي ترجع حياها ما تبي تقعد عندهم، وسالفة الطلاق لا تطلق ابدا، اذا تبي تروح تخلع تروح، ترجع لك المهر كامل. اهم شيء انت ارسل لها على الواتس انك تبيها ورايدها، وخليها ترفض، وكذا يكون عندك دليل انك تبيها وهي رافضة، والقضية تصير لمصلحتك. واذا رجعت لبيتك خليك شديد بالصرفيات، يعني لا تحمل نفسك فوق طاقتك، ولا تحمل نفسك فوق طاقتك ابدا، ولا تقصر بامور بيتك من كل شيء ضروري. اما الكماليات اذا قدرت تجيبها جيبها، خليها وهجرها ولا تقرب لها لين ما تعرف غلطها وتعتذر منك وتوعدك ما تكرر غلطها، وقتها عادي سامحها وشوف هي قد كلمتها أو لا. هذا الأسلوب الناس يستعملوه مع اللي تعطيه عينك ولا يملى عينه. وبعد الواحد يكون ذكي، على قد ما أنت تعطي لازم تاخذ، أما تعطي بس وتاخذ بس هذه علاقة مش صحية. وبس هذه سالفتي، وأتمنى إنكم تنصحوني. وبس انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، وإذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستجرام أو السناب، بحط لكم الروابط في صندوق الوصف.